زي الاخوه العرب، وللاسف المصريين كمان حصلوهم. فانا بقول المدق بتاعي هو ايه؟ التانيك اسيد والكافيين، المعدات العاليه. يبقى انا مدقدق في الشريان، اتقل حاجه بتترسب في الدهون طبعا. الدهون، تفضل تترسب تترسب. الله، لما تترسب الضغط ايه؟ يعلى. زي كده طبعا. خرطوم ميه، ما تحطش صباعك عشان ايه؟ تسقي الزرع. انا بحاول افهم الساده المشاهدين. طيب الضغط لما يزيد ايه اللي يحصل؟ هياخدوا حته دهن في السكه كده ويمشي بيها، صح. يعمل حاجه اسمها في الطب امبولاي، اللي هي ايه؟ الضغطه الدهنيه المتحركه. تفضل ماشيه ماشيه لغايه ما ترسى في قطر ضيق، تعمل الجلطه. الجلطات. يبقى انا بقول الاتش دي ال ده اللي هو الرجل الاساسيه عندي في الكوليسترول، دي بتشخص لي ايه؟ مريض القلب في الشرايين من ناحيه ايه؟ اول ما بشوف الرقم ده كده يبقى اسال المريض انت عندك ضغط، يقول لك انا بقالي 6 سنين ماشي على ادويه الضغط، مفيش فايده. طب الرجل الثانيه بتاعتي بقى اللي هي ايه؟ الشحوم البروتينيه ايه؟ قليله الكثافه. الكثافه، اللي هي يا دكتور احمد في التحاليل عشان الناس تعرف، ال دي ال اللي هي اللو دينستي لايبوبروتين، الله، قليله الكثافه. معناها ايه؟ ان هي على مسطح كبير، يعني عامله زي ايه؟ المعسكرات البعيده. تمام. الله، ايه المسطحات الكبيره في الجسم؟ الكبد. الكبد. يبقى انا عندي مسطحات الكبيره هي الكبد، لما الدهون دي تتجمع بكثره يبقى اسمها الشحوم السيئه. معنى كده دي بقى ايه قصتها؟ لو زادت عن 200 يبقى انا كده ايه؟ مهدد بحاجه اسمها الكبد الدهني. دهون كبد وتليف كبد، وندخل بقى في تليف كبد خدتي بالك؟ يبقى انا الكوليسترول لازم يتبني على ده وده ويجيب الريش تحت. وفي حاجه اسمها الدهون الثلاثيه، الدهون الثلاثيه برضه مبنيه على الهرم ده. خدتي بالك؟ انا مش عاوز اقول مصطلحات انجلش عشان الناس تفهم. فانا بقول بمثل التحليل ايه؟ راس ورجلين. يبقى انا عندي رجلين ماشي عليه، مستحيل الكوليسترول يعلى الا لما يكون في 2 في الرجلين دول في مشكله. ايوه صح. اهم حاجه طريقه بقى ايه؟ الدكتور المتمكن من ادواته اللي ازاي يخلص من الرجلين دول عشان يحل مشكله الكوليسترول. خدتي بالك؟ يبقى ده في تشخيصي في ايه؟ بالنسبه للتحاليل، جميل. طب بالنسبه بقى لمقاس الكتله، ايه اللي يهمني؟ انا في مقاس الكتله ده بالظبط كده بلغه العسكريه يجي يقول لك ايه؟ انا بشوف عدد المراكب. توزيعات المراكب فين؟ بالتحاليل. يعني لما قلت لك البحر الابيض فيه 20 مركب، المراكب دي فين؟ التحاليل بتوزعها لي، صح ولا لا؟ صح. تمام. يبقى انا بشوف عدد المراكب، ليا نسب معينه باحصائيه لكل سن، ليه؟ لنسبه الدهون والاملاح. عشان كده انا عندي في المريض لما بيجي لي فيه تصنيف، ليه في حاجه اسمها سمنه دهنيه وسمنه مائيه. ايه السمنه المائيه دي بقى؟ طب الدهنيه واحنا فاهمينها. طب المائيه اللي هي في الطب اسمها سولت ووتر ريتنشن، الاحتباس المائي. الله، ما تفهمنا كده يا دكتور احمد، انت واخدنا تخزين الميه. ما تفهمنا يا دكتور احمد، انت واخدنا كده في دور. هقولها لكم في نقطتين. وحضرتك لما بتيجي تاكلي بفتيك وبانيه، اللي هي البفتيك او البانيه بتقولي طعمها حلو ليه؟ عشان شربت التتبيله. صح. هل عشان التتبيله حلوه؟ لا، عشان هي امتصت التتبيله. طب والبانيه والبفتيك دول عباره عن ايه؟ عضله الحيوان. يبقى انا عضلاتي بتمتص، هي المخزن بتاع التوابل، هي الكتله. اوكي. القصه مش في الميه، اشربي ميه براحتك، بس هنا في كتله املاح موجوده في العضله هتمسك الميه. طب ايه تاني؟ احنا داخلين عيد الاضحى، بيشربوا الخرفان ايه؟ ميه بملح، ميه بملح عشان توزن، عشان يذبح يفش 12 كيلو يجي يقول لك ده ضحك عليا، ما هو واخد النظريه بتاعتي. عشان افهم الناس اكتر ايه السمنه المائيه. يبقى انا المريض ما يجيش مليان اجي اقول ايه؟ لا ده انت عندك دهون كتيره، انت اجزمت بايه؟ يبقى انا لازم افنط السمنه بتاعتي، انا ماشي ازاي عشان اعرف اتفاعل معاها. هي سمنه مائيه اصلا مش سمنه دهنيه. بصي معظم الناس سمنه دهنيه ومائيه، بس للاسف المائيه بتاعت تزيد بسبب ايه بقى؟ الجانك فود والاكل التيك اوي. لان التيك اوي بيعتمد على التوابل، تخزين ميه على طول. يبقى انا كده التوابل بتكتر. طب التوابل مشاكلها ايه بقى لو انا ما خلصتش منها؟ تخزين الميه وتخزين الاملاح. بصي التوابل احنا هنتكلم في النقطه دي في تخلصها بالاكوبنكشر، قلت لك عليها في اول الحلقه قبل ما اصور معاكي. لسه هنتكلم فيه ده. الموضوع التوابل ده ما خلصش منه، ايه مشكلته؟ طب ايه مشكله من السمنه المائيه يا دكتور احمد؟ اولا ليها مشاكل عديده. اولا بتعلي الضغط، من احدى الحاجات اللي بتعلي الضغط. نمره ثانيه الكوارث بقى، حصوه المراره دي اول واحد حاجه في وشك كده. ثاني حاجه رمل الكلى. رابع حاجه بعد كده الشوكه العظميه بالكعب. خدتي بالك؟ يبقى انا لو ما خلصتش من الاملاح دي، والعين يقول لك مش مشكله يعني انا مش هحرم نفسي، اصل انا بحب الاكل ومش عارف والحاجات والتوابل بالنسبه لي والبهارات. هي الحاجات دي بقى بتتعالج الاول وبعدين بنقلل السمنه؟ يعني بيبدا ان هو يخس ولا بيخس الاول وبعدين بنبدا نعالج المرض الموجود؟ سؤالنا تشخيص السمنه، احنا قلنا بالتحاليل ومقاس الكتله. تمام. مقاس الكتله ده انا بشوف بقى انت سمنه مائيه ودهنيه ولا مركب دهني ومائي بس. تمام.
واخده بالك؟ عشان انا ازاي هتعرف اتناول معاك الحاله عشان اعرف احلها؟ ما انا لازم اوصل للمصدر، مش اعالج بالشواشي فماني من الحروف. يبقى انا لازم اعالج ايه؟ المصدر. مهما بدي ادويه في الكلام ده كله، لا دايما انا بقول في موضوع التغذيه العلاجيه انا ضد الادويه خالص خالص، لان الادويه للاسف بتعلي حاجتين، بتضربي انزيمات كلى وكبد. ساعات في مرضى بنشك عندهم فيروسات، في بيحصل شك، فبنيجي ناخد الباست هيستوري او التاريخ القديم بتاعه، يجي يقول لي ده انا خدت كذا وكذا وكذا. جميل كتير. جميل قوي قوي. بس حضرتك خد بالك، انت هتخس في وقتها، بس اول ما تسيبه هتدخل الطقطقين، لان الجسم يهمل ولا يهمل. الجسم عاوز علم، مش عاوز شغل كده. هتاخديه ايزي كام ايزي كول، زي الانجليزي ما بيقولوا، اللي هيروح بيجي بسرعه بيروح بسرعه. يبقى انا لازم ادي للجسم الهرم التغذوي بتاعه، اللي هي الكربوهيدرات اللي انت بتحرميه في النظام الكيماوي. الكربوهيدرات مهم ليه؟ علشان هو بيت الطاقه. هو حضرتك لو انا سحبت الكربوهيدرات، اللي هو عباره عن ايه يا دكتور حمد الكربوهيدرات؟ اللي هو الرز والعيش والمكرونه والحاجات دي، مش البقوليات، انا بتكلم على الكربوهيدرات. الكربوهيدرات مهمه جدا بالنسبه لي، ليه؟ انها بيت الطاقه، ان هي انت سانده نفسك طول اليوم عليها. يبقى انا ممكن اقوم مخسسك ازاي؟ اسحبك مره واحده من وسط الناس، اللي انت الناس تقول لك الله انت ماشي، انت كنت بتعملي دايت. هو الناس عارفه الدايت ده يعني انت لازم تبطل رز ومكرونه وعيش، طبعا ده غير علمي نهائيا. لا طبعا ده غير علمي، لان انت بيت الطاقه. ده حتى في ادويه لما بيبقى في حاجه اسمها، احنا دلوقتي ربطنا السمنه والضغط، احنا قلنا الضغط جه ازاي؟ طب ما السمنه ممكن تعمل ايه النوع الثاني السكري.